على كل حال خلينا نروح لي يعني برضو نقاش اكتر ونتكلم في تفاصيل اكتر. معانا الناقد الرياضي على التليفون محمد جمال. يا استاذ محمد انا بصبح عليك صباح الخير. صباح الفل وصباح الفل طبعا عليكم وعلى كل طبعا مشاهدي قناه النادي الاهلي. خليني قبل ما ننتقل لنقطه المنتخب الاولمبي معاك انا وفاروق اسالك على الماتش امبارح. يعني اولا مش هقول لك شفت ازاي ماتش مصر والجزائر الودي، هقول لك كنت متوقع هذا الاداء الفني ان هو نلاقيه من منتخب مصر، ولا كنت من الناس اللي هي شويه عندها قلق من الاداء؟ اتفضل يا استاذ محمد. بصي اكيد كنت متوقع شويه ان المنتخب هيظهر بصوره افضل من مباراه تونس على الاقل، لان مباراه تونس دي انا بشوفها ان هي كانت بصراحه كانت صدمه في وقتها، يعني كانت صدمه في وقتها ان منتخب مصر في مباراه تونس يخسر بثلاثيه طبعا على ملعب الدفاع الجوي. كانت مهمه بالنسبه لروي فيتوريا ان هو يعيد اوراقه ويعيد ان هو تفكيره في حته كمان المعسكرات بالنسبه لمنتخب مصر. يمكن فيتوريا كان من المدربين اللي تولت المهمه لمده سنه كامله بدون ماتشات كبيره، وما فيش بس غير بلجيكا كانت في الكويت في شهر 11 اللي فات، لكن بقيه المباريات كلها كانت مباريات سهله، حتى مباراه التصفيات المؤهله لافريقيا كانت سهله، فما كانش تعرض لاختبار قوي يقدر ان هو يقول هو مدرب، هو اكيد مدرب كويس، ولكن هو هل لايق مع منتخب مصر ويقدر ان هو ينافس على امم افريقيا وتصفيات كاس العالم ولا لا؟ ولكن طبعا خساره تونس كانت مهمه بالنسبه له، ان هو خلاص يعني كان لابد انه يلعب ماتشات كبيره، ماتشات في افريقيا، ماتش زامبيا ده انا بشوفه من اهم الماتشات اللي لابد انها كانت تتلعب، لان زامبيا ده منتخب هتلاقي شبهه كتير جدا في الفتره اللي جايه بيلعب منتخب مصر زي بوركينا وبعد كده كاب فيردي وبعد كده موزمبيق، كل المنتخبات دي هتلاقي بتلعب بنفس طريقه منتخب زامبيا، فكان الفوز عليه مهم وكمان هيساعدك بعد كده في التصنيف الدولي. بعد كده مباراة بقى الجزائر امبارح، لا انا بشوف المنتخب مصر دايما، وحتى ده بيبقى يعني طريقه كل لاعب وكل اللاعبين المصريين دايما في الماتشات الكبيره بتلاقيهم بيظهروا بصوره مغايره تماما 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 عن اي صوره ممكن تاخديها عنهم خلال ماتشات وديه او ماتشات سهله. لكن المباراه امبارح ميزتها ان هي كانها طابع رسمي، يعني كان بجد طابع رسمي، فده بيفيد اللعيبه بشكل كبير جدا، واعتقد ده كان اقوى اختبار لمنتخبين بينافسوا على بطوله امم افريقيا في كل المباريات الوديه اللي كانت بتتلعب امبارح. وده اعتقد دروي فيتوريا يمكن حط ايده على 90% من تشكيله منتخب مصر الفتره اللي جايه، يمكن بس فقط هو امام عاشور اللي اعتقد هيدخل على التشكيل ده في وسط الملعب، اعتقد هيعمل اضافه كبيره جدا، غير كده اعتقد ان امبارح المباراه مفيده من كل الجوانب. رائع جدا. محمد طبعا انا بصبح عليك وعايز اسالك على المنتخب الاولمبي اللي يعني عامل نتائج مميزه جدا مع ميكالي، يعني رايك في المباراه الوديه اللي لعبها سواء مع المنتخب الاردن او منتخب اوزبكستان طبعا استعدادا لاولمبياد باريس 2024. أنا بصبح عليك يا فاروق. طبعا بص اكيد المنتخب مصر الاولمبي انا يعني مش بشوفه منسي، انا بحب جدا جيرو ميكالي وبشوفه ان هو مدرب من بصراحه من المدربين الناجحين جدا اللي جم مصر خلال السنوات اللي فاتت، مدرب ليه سي في قوي جدا ومن بفوزه قبل كده بالميداليه الذهبيه مع البرازيل في ريو دي جانيرو، فاعتقد هو مدرب كان الانسب تماما انه يقود منتخب بلدك، لان هو مدرب هو قبل كده مر بالتجارب دي كلها، مر بالتصفيات، مر ببطوله، مر باولمبياد وحقق ميداليه ذهبيه، فمدرب واخد على البطولات. ما استغربتش خالص ان هو عمل كده مع المنتخب الاولمبي من حيث النتائج ومن حيث قوه الشخصيه اللي عملها في اللاعبين. بص عدد اللاعبين يا فاروق اللي بقى تواجد في يعني الفرق، وطبعا الفرق الاساسي او حتى تواجد مع المنتخب الاول، بص على اسامه فيصل تواجد المعسكر اللي فات مع المنتخب الاول، بص على كوكا دلوقتي موجود في المنتخب الاول، صحيح. محمد حمدي زي رئيس الانبي تواجد ايضا مع المنتخب الاول، عدد حسام عبد المجيد تواجد مع المنتخب الاول، ابراهيم عادل نفس الكلام، كل اللاعبين اصبحوا دلوقتي في جيل جديد للكره المصريه. انا عايز اقول لك على حاجه بحكم ان انا بغطي اتحاد الكوره، الفتره اللي كان فيها اختيار ميكالي ثلاث مدربين مصريين كبار رفضوا تدريب المنتخب الاولمبي، وما كانش في حد عايز يدرب المنتخب الاولمبي، كانوا شايفين ان هو مدرب ان المنتخب محكوم عليه بالفشل من البدايه، لانه منتخب ما كانش لسه متكون وكان بقاله سنه كامله، كان الكابتن شوقي غريب جه بعد كده مشي فقعد سنه كامله بدون مدير فني، فكله قال لك لا المهمه الجايه صعبه. الراجل بصراحه من اول ما جه حط نظام، حط سيستم محطوط على اللاعبين كلها، بص حتى على قوه المباريات، يمكن كل المباريات اللي كانت قبل البطوله الافريقيه بتاعه 23 سنه قدر ان هو يلعب فيها منتخبات افريقيه من كل المستويات، وقدر ان هو ياهل الفرقه للبطوله. بعد كده في البطوله واجه كل المنتخبات بما فيهم المغرب في المباراه النهائيه، منقوص لعب في الشوط الاول من المباراه وقدر يوصل للنتيجه كويسه للوقت الاضافي. بعد كده حتى بص دلوقتي طريقه تفكيره في المباريات الوديه قبل الاولمبياد، الراجل مش عاوز يلعب اي منتخب افريقي، الراجل كل تفكيره دلوقتي في ماتشات من امريكا الجنوبيه او ان هو يلعب ضد منتخب
منتخبات اوروبيه ويلعب اغلبها خارج مصر خارج الارض عشان اللعيبه تقدر تكون متعوده على اجواء جديده. فانا بصراحه بشوف ان هو مدرب ناجح جدا، انك لما تشوف دلوقتي منتخب مصر الاولمبي ما خسرش غير مباراه واحده في كل المباريات دي، وهي مباراه فاينل وخسران فيها 2-1، وبص حتى على المنتخب الاول في كل المباريات دي وخسران مباراه واحده فقط قدام تونس والديه. اظن ان احنا عندنا اثنين مدربين كويسين، اتمنى بقى من اتحاد الكوره تقديم دعم كامل ليهم. ما ينفعش اتحاد الكوره ما يقدمش كل ما في وسعه للفرقتين. احنا شايفين دلوقتي لما بتنظم معسكر كويس انت بتلاقي الاعلام بيشيد بيك كاتحاد كوره، صحيح، فلابد ان يكون المعسكرات ماشيه بنفس المنوال ده. فاروق، طيب، كلام محترم جدا. انا عندي بقى سؤال، والسؤال ده يعني بقالنا تقريبا كام يوم بنتكلم فيه، وبرده انت فكرتني بيه برده استاذ محمد من كلامك لما بتقول ميكالي هو كان الامثل لقياده منتخب بلدك. الجمله حلوه لكن في نفس الوقت عندها طابع كده حزين شويه. ليه بقى؟ لان انا كان نفسي نسمع عن يعني مدير فني مصري وتقول ان الفلان المصري المحلي ده هو الامثل لقياده منتخب بلدك. طبعا دي حاجه البعض مننا ممكن يقول لك لا ليست الخطوه الامثل حاليا، والبعض التاني يقول لك ما هو لو مش دلوقتي امتى؟ وايه اللي ينقصني؟ وهو احنا ليه دايما بنبص للخبرات الاجنبيه؟ طب هل احنا ما عندناش حد من ابنائنا يقدر ان هو يقود منتخب اولمبي؟ لا، احنا عندنا اسماء كتيره جدا، انا مش عايز اقعد اذكر اسماء لكن حضرتك اكيد على علم ان كان عندنا كوادر، لكن ليه بينقصنا الثقه في المدرب او المدير الفني المصري سواء على المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي؟ استاذ محمد خلينا نعرف من حضرتك. بص، سؤال جميل جدا، بس انا عايز اقول لحضرتك اكيد انت شفت الفتره اللي فاتت يمكن حته الاثنين مدربين اللي تولوا منتخب مصر الاول وتولوا في ظروف صعبه، وكانت الظروف وقتها كمان في التنظيم بتاعت اتحاد الكره المصري بالنسبه للماتشات وبالنسبه لكل حاجه كانت الامور صعبه، هو كابتن حسام البدري ثم الكابتن ايهاب جلال، يمكن الاثنين حكموا على تجربه فشل كبير جدا، خاصه ان ما كانش فيه الاستعداد الجيد، وكان حتى كمدرب مصري ما ظهرش بالصوره المميزه. فاصبح دلوقتي في المنتخب الاول لزاما ان كان يكون مدير فني اجنبي يقدر بقى يشيل الضغوطات ويقدر ان هو يشتغل بشكل كويس. يمكن بالنسبه للاولمبي انا قلت لك هو اتعرض على اثنين مدربين قبل ما يكون موجود ميكالي، لكن المدرب المصري وقتها فكر ان لا، انا ايه اللي وديني منتخب اولمبي، منتخب لسه مش متشاف، منتخب لسه مش متكون، مش معروف افضل لعيبته، الجيل ده مش افضل حاجه، كل الكلام ده كان بيتقال. فطبعا انت بتضيع فرصه، بجانب طبعا خلينا متفقين ان احنا عندنا مدربين كويسين جدا في مصر، ولكن مدربين مصريين محتاجين فرصه حقيقيه في انديتهم ان هم ياخدوا فرصه، محتاجين ده. يعني انا لما اشوف دلوقتي مدربين صغيرين في السن بياخدوا فرص في الدوري المصري وظاهرين بشكل كويس، ممكن اقول لك كتير حتى بياخدوا فرصه وبيظهروا بشكل كويس، ولكن ما ينفعش ان مدرب مصري لسه بياخد فرصه في اول ماتشين ثلاثه يحصل تعثر بتمشيه، فانت كده كنادي بتقضي حتى على اسمه وبتقضي على شكله، بتقضي ان هو ما يبقاش مرشح لتدريب المنتخبات. انا بشوف هي واضح انها ثقافه يا استاذ محمد ان هي لا تحدث فقط على مستوى الانديه، تحدث على مستوى المنتخبات. ما هو كابتن ايهاب جلال يعني التطوير كمان مهم، ما ينفعش ان انا ما يبقاش عندي الدورات لمده سنين ولسه راجع السنه اللي فاتت، اعتقد ده كانت برضه دي نقطه طبعا. وبعدين القصه كلها ان الموضوع مش متوقف على نجاح هذا المدرب او المدير الفني المحلي فقط، هي للاسف العوامل اللي حواليه هي اللي بتؤثر. اولا انا ما بديهوش نفس الامان اللي انا بديه للمدير الفني الاجنبي، انا بحسسه طبعا. اكبر مثال او مثال حي ما حدث مع كابتن ايهاب جلال اللي كلنا رفضناه، تتفق او تختلف مع الاداء بس ده لا يمكن يكون اتيتيود ابدا، يعني ده كان شيء يكون خطه، مستحيل يكون خطه بعد مباراتين بالظبط. انا لازم ادي الامان، ما هنا لازم ادي الامان، لازم اعمل عقد، لازم ادي الثقه، لازم احمي هذا المدير الفني في حاجات كتيره عشان في الاخر اجي اقول اصل هي تجربه ناجحه او فشل، لكن ارميه كده في النار زي ما بيتقال بعدين اقول اصل تجربه فشلت. لا، هي ما فشلتش على فكره عشان هو غير جيد او غير كفء، هي فشلت لان كل حاجه حواليه ما كانتش اصلا بتستقبله، فهي دي البوينت للاسف. وبعدين العوامل اللي انت حضرتك قلت عليها انا بتفق معاك جدا جدا فيها، والامان ولازم تعاقد ولازم حتى الحريه الكامله باختيار جهاز فني، ما ينفعش ان انا اكون شايف لا ان الجهاز الفني ممكن يكون معاك كذا او معاك كذا. انا شايف ان لازم كان حاجات كتير جدا تتغير، ولكن انا بشوف يمكن دايما حتى المنتخبات الوطنيه يمكن موجود فيتوريا وميكالي، انا بشوف حتى ودي معلومه يعني مؤكده ان حتى بعد ما يخلص
التزامات ميكالي هيكون برضو موجود في مصر في منصب جديد في الكره المصريه، هم شايفين ان هو ممكن يفيد بخبراته المنتخبات الوطنيه الصغيرين. انا شفت حتى قرار اللي فات بتاع منتخب 2005 ان هم جابوا مدرب مصر هو الياس شيتوس، بعد طبعا نجاحات مع كابتن شوقي غريب، بعد كده حتى مع ميكالي، يمكن بعدها كمان في منتخب 2008 هيبقى موجود الكابتن احمد الكاس. المنتخبين اللي بيتكونوا 2007 و2009 برضو مدربين مصريين هيبقوا بعد سنه او سنتين كل ده تحت اشراف فيتوريا وميكالي. فانا بشوف ان هو ده شيء مش وحش، يمكن في مدربين مصريين موجودين في الصوره، لكن انا دايما بتفق على حته ان لازم مدربين مصريين سنهم صغير، السن الصغير مش 55 سنه ولا 50 سنه، انا عايز اشوف مدربين مصريين. احنا السن الصغير عندنا يعني مختلف عن العالم، لسه شباب يبقى من 55 ل 60. ايوه بالظبط كده، احنا محتاجين مدرب مصري يكون احنا شايفين في اثنين او ثلاثه ان هم ياخدوا فرص. انا ببص حتى على دوري المحترفين دلوقتي، لا عند اللي هو في الدرجه الثانيه، عندنا مدربين كويسين جدا وصغيرين في السن وماسكين فرق وبيحققوا نجاحات، لازم دلوقتي ياخدوا فرصهم، مش شرط ان ياخد فرصه كمدير فني مره واحده، ممكن ياخد مدرب مساعد، ممكن بعدها مدرب عام وياخد الطريق بشكل كامل وينجح. لكن احنا قصه المدرب المصري ومحتاجه تطوير بشكل كبير، محتاجه ان الدورات تعتمد بشكل قوي من الكاف، محتاجه تعتمد بشكل قوي من الاتحاد الدولي، بحيث ان انا اصفر مدربين واجيب مدربين ياخدوا طبعا دورات تدريبيه خارج مصر كمان، ويقدروا ياخدوا كل الرخص عشان يقدروا يدربوا. ما ينفعش ان احنا كان عندنا لحد من سنه كابتن زي كابتن علي ماهر مدرب كبير في الدوري المصري ما بيقعدش على دكه البدلاء في ماتشات الدوري ابطال افريقيا او كاس الكونفدراليه بسبب الدورات يا فاروق. فاحنا صحيح. محتاجين فعلا الفتره الجايه تطوير في قصه المدربين وفي اداره المدربين في اتحاد الكوره، وان شاء الله كل التوفيق لهم باذن الله. باذن الله. احنا بنشكرك طبعا يا استاذ محمد، ويعني كل التوفيق طبعا للمنتخب الاولمبي او المنتخب المصري الاول. احنا لما بنتكلم كلنا بنتكلم علشان الصالح العام للكره المصريه، لان الكره المصريه هي رائده في القاره الافريقيه في الشرق الاوسط، فكلنا دايما بنتكلم على يعني عايزين الصوره والشكل اللي يليق دايما بالكره المصريه. نتمنى طبعا التوفيق لمنتخبنا خلال الفتره القادمه سواء المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي.